3 تعادلات متتالية وهزيمة أمام النادي الصفاقسي حطت الترجي تحت الضغط النفسي وأصبح مطالب بالانتصار لطمأنة جماهيره على مسار البطولة، خاصة وأنه يلاقي ملاحقه المباشر البنزرتي اللي أطاح بكل الفرق الكبرى في هالموسم. بعد 6 أشهر بالتمام والكمال معلول يرجع للترجي الرياضي ويواجه البنزرتي اللي ألحق به أول هزيمة في بطولة هالموسم. فهل يؤكد الكنزاري جاهزية الفريق المواصلة في ملاحقة اللقب الغائب منذ 84 ويكون متراهن جدي أمام أكبر فريق متوج بلقب البطولة في تونس؟ الزوز فرق دخلوا المباراة متخوفين من نتيجة، وهذا اللي خلينا ما نشوفوش مستوى فني كبير خاصة في الربع ساعة الأول اللي انحصر فيه اللعب في منطقة وسط الميدان. أول فرصة فيها الشوط كانت البنزرتية في الدقيقة 25 وقت اللي نجح نور حضرية في مراوغة الهيشري، لكن تسديدته الأرضية مرت بجانب الأخشاب. ضغط السيابي تواصل وكاد يفتتح النتيجة بعد ركنية من نور حضرية ورأسية زوي تخطئ المرمى. صعود البنزرتية للهجوم ترك عديد المساحات في الخلف اللي معرفش يستغلها يعني كنيانج بعد تمهيد ممتاز من يابل مساكن. كورة نيانج تجيب ركنية بوعزي في التوزيع والعواضي يسقط داخل منطقة 18 ويطالب بضرب جزاء. ما تبقى من النصف الأول من المباراة تواصلت فيه سيطرة الترجي وشكلت الكرة الثابتة اللي جات وخطر كبير على دفاع وحارس البنزرتي، لكن دون تغيير في النتيجة. وإذا كان المعطيات ما تغيرتش في الميدان فإنها تغيرت فوق المدارج بالسب والشتم وحتى الضرب بين البعض من جماهير الترجي والبنزرتي اللي احترموا القانون واحترموا بعضهم. الترجي يدخل الفترة الثانية بقوة وكاد يعني كنيانج يفتتح نتيجة لولا تدخل العربي جابر. أبناء باب السويقة واصلوا ضغطهم وفرضوا سيطرة مطلقة على منافسهم وتعدد مخالفات لصالحهم ورثابة أولى الخليل شمام، لكن كورته فوق العرضة بقليل. نيانج على خط 16 متر و50 يسدد وكورته بعيدة على شباك بن مصطفى. كورة نصف طايرة يهاب المساكن يسدد فوق العارضة. 28 دقيقة في الشوط الثاني وركنية للنادي البنزرتي، أحمد حراني نفذ، خالد القربي يرتكب الخطأ على الليبي أحمد زوي، وبن حسانة يعلن عن ضربة جزاء يقرش الشمال مع ورقة حمراء وبيفو الترجي. مباراة اللي يتولى التنفيذ ويغالب بن شريفية ويفتتح نتيجة لسارح البنزرتي. أبناء ماهر الكنزاري واصلوا ضغطهم، لكن لا ياسين الصالحي اللي أقحم المدرب في الشوط الثاني ولا مبيجيت مكنوا من تضعيف النتيجة. هدف في وقت قاتل صعب مهمة أبناء باب الشويقة خاصة في ظل النقص العددي، وحتى كورة تاني كنيانج القوية كان لها أفضل لاعب في تشكيلة السيابية بن مصطفى في الموعد باش ينتهي اللقاء بفوز ثمين البنزرتية. انتصار يخلي قرش الشمال يقلص الفارق بينه وبين الترجي إلى نقطة ويعيد توزيع الأوراق من جديد ويعطي نكهة جديدة للبطولة اللي باش تكون مشوقة إلى حدود الجولات الأخيرة.